أعلنت مواقع تابعة للنظام عن فتح معبر أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي أمام حركة المدنيين المقيمين في المناطق المحررة باتجاه مناطق سيطرة النظام. وقد ذكرت هذه المواقع أنه دخل خلال الأسبوع الفائت 3000 مدني عبر معبر أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي، لكن تبين لنا أن معظم الذين دخلوا عبر هذا المعبر هم عبارة عن موظفون دخلوا لقبض رواتبهم من مدينة حماة، وقد سجلتهم السلطات الروسية وقوات النظام أنهم مدنيين دخلوا ليقيموا في مناطق سيطرة النظام. وسبب دخولهم من معبر أبو ظهور هو إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى مدينة حماة والتي تربط المناطق المحررة باتجاه مناطق سيطرة النظام. بين الحين والآخر يتم فتح معبر أبو ظهور أمام المدنيين المقيمين في المناطق المحررة لدخولهم إلى مناطق سيطرة النظام، لكن دائما تدخل أعداد قليلة جدا بسبب تخوف المدنيين من بطش قوات النظام بعد وصولهم إلى مناطقهم وبلداتهم في ريف إدلب الشرقي أو في ريف حماة أيضا.